نظم العاملون في القطاع الصحي في اليمن وموظفو مطار صنعاء وقفة احتجاجية على الصمت الدولي والأممي عما يرتكبه تحالف العدوان بقيادة السعودية من جرائم وحشية وحصار في حق الشعب اليمني واستمرار إغلاق مطار صنعاء. صوت مصحوب بالكثير من الألم، هذه حقيقة ما يتجرعه المواطن في اليمن منذ عامين، والذي ترجمته وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الحظر على مطار صنعاء الدولي نظمها أطباء وموظفي المطار في العاصمة صنعاء. أكثر من 75 ألف مواطن بحاجة ماسة للسفر للعلاج، 75 ألف مواطن بحاجة ماسة للسفر للعلاج. احنا نتكلم عن بقية الشرائح الذي الراغبين في السفر. الوضع كارثي، إغلاق مطار صنعاء الدولي جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة. أكثر من 9000 مريض فقدوا حياتهم لعدم الحصول على العلاج جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي، مع استحالة وصولهم إلى أي مطار آخر لاستغراقه الوقت الكثير علاوة على المخاطر الأمنية. تأتي الوقفة الاحتياجية هذه للمطالبة بفتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن الشعب اليمني. الوضع الصحي كارثي ومهدد بالتوقف، كثير من المرضى يفقدون حياتهم بسبب صعوبة نقلهم للعلاج في الخارج، ما لم يحققه العدوان عبر القصف يحققه في بإغلاق مطار صنعاء وحصار المرضى والمسافرين. المحتجون أكدوا أن إغلاق مطار صنعاء حرم الشعب اليمني من الحصول على احتياجاته الضرورية والملحة لاستمرار الحياة بعد أن تحول اليمن إلى سجن كبير وخلف مآس إنسانية كارثية. خرجنا إلى أمام الأمم المتحدة لننقل معاناة الأطفال، معاناة المرضى، معاناة الشعب اليمني ككل جراء التحالف السعودي. هذه المعاناة ليست معاناة عادية، وإنما معاناة يعاني منها المرضى بشكل عام والذين لم يستطيعون الانتقال من الوطن إلى الخارج للعلاج. المشاركون في الوقفة طالبوا المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل على رفع الحظر على المطار لاستمرار الحياة وإنقاذ المرضى والمعاقين جراء العدوان الغاشم. Yemeni children are suffering because of this. أطفال اليمن يعانون جراء هذه الحرب المروعة عديمة القيمة. البعض منهم أصبح يتيما والبعض الآخر يعاني من الإعاقة. لا نعاني فقط من الحرب بل من الأمراض الخطيرة، وبسبب الحصار المفروض أطفال اليمن لا يستطيعون الحصول على الرعاية الطبية المناسبة في الخارج أو البقاء في أرضهم والحصول عليها. اللوازم الطبية لا يمكنها الوصول إلى اليمن. نريد أن نعيش، لا نريد أن نموت. أوقفوا حصار اليمن. Stop blockade around Yemen. قتل وحصار ومجاعة وصمت مخزن وهيمنة وجبروت وصمات عار في جبين الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في اليمن، إلا أن صوت الحق مستمر بصمود اليمنيين حتى الانتصار على العدوان ورفع الحصار. سامي الحجري، اليمن اليوم.